مولود الأسد بعزز هالأسبوع الإيجابي الطاقة الكبيرة للنجاح والانطلاق وتوفير الدعم المعنوي والجسدي مع تواجد الكواكب بالبيت الثاني بيت الشهرة والمال، بالإضافة لوجود كوكب الحب برجك بتخليك تدهش الناس بحضورك ومبادراتك الناجحة وبحلفك الحظ بالمبارزات والأعمال، وبتتقدم بمفاوضاتك للأمام مدعوم من القمر الجديد من برج العذراء بين السبت والتنين، وبتقدر تطل على فترة من الازدهار المادي والبريء المعنوي، وبتحتفل بجديد بتضاعف جهودك يلي بتثمر نتائج ممتازة بتخليك تشعر أنك حققت المرتجى، كأنك أنت النجم بمكانك وبتحرر وبتحت تحرز ارباح وتعالج كل شيء امور عالقه بقوه وشجاعه، كمان رح تتلقى خبر بيساعدك بيتعلق بتقدم مهني وعرض وتغيير بحلفك الحظ بالعمليات الماليه، وبخليك تكون متفائل واثق من حالك مدعوم من السلطات والمراجع النافذه، كمان بيحملك الحظ فرص سعيده واستثنائيه مع انتقال القمر لبرج الميزان بالبيت الثالث، بيت القدره للتعبير عن الراي للخروج من بيئه ضيقه، بيعطيك اشارات مهمه حتى تتقدم مع معنويات مرتفعة وجرأة، وأنت فتاح بطرح النقاط بتحاور بتدافع عن رأيك وبتنطلق وبتطل على مرحلة بتقدر تستفيد منها من حظ مضاعف برفقك لفترة طويلة، لكن بدك تنتبه رح تتبدل الأجواء الفلكية، بتشعر بمعاكسة القمر من العقرب الخميس والجمعة، بتكتر الأولويات الشخصية والمسؤوليات العائلية، من الضروري أنك تهتم بكل التفاصيل ما تتهرب وما تبتعد عن متطلبات العائلة والمسؤوليات المهنية، وحاول انك تضبط اعصابك وتتفهم اكثر الاخرين بدون توجيه انتقادات قاسيه. عاطفيا بعدك عم تتنقل بدلال بهالاسبوع، بتتلقى علامات الحب والاعجاب من كل الميلات ومن الشريك العاطفي خاصه تحت تاثير كوكب الحب يلي عم يقدم لك السعاده والانسجام، وطبعا كوكب الحب بعده عم يتنقل ببرجك بخليك تبعد عن اجواء التشنج وبتلفت الانظار لك وبتسحر كل شخص بيتقرب منك. أما العازب رح تقوى الرومانسية وبيوصل لك الحب من خلال رحلة استجمام أو رحلة عمل.